صباحكم خير وصحة وسلامة بحول الله. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم الموعد هو رفقة البروفيسور عبد العزيز عيشان، طبيب متخصص في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. ولأنكم كنتوا كتار اللي بعتوا برسائله، أيضا عندكم مجموعة ديال التساؤلات اللي بغيتوا نجاوبوا عليها في إطار هذا التخصص مع البروفيسور عبد العزيز عيشان، فكان من الضروري أنه يكون حاضر معنا في الحلقة ديال اليوم باش إن شاء الله نجاوبوا على جميع الأسئلة وجميع الرسائل اللي كنا توصلنا بها من قبل. وكذلك غادي نفتحوا كيف العادة باب التواصل مع المستمعين الكرام دائما من خلال الأرقام الهاتفية واللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 88 00 61 61 أو 62. بروفيسور عيشان، صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير سيدة عفاف، صباح الخير المستمعين الكرام على أمواج ميد راديو، مرحبا بكم. شكرا، شكرا جزيلا لك، مرحبا بك معنا بروفيسور عيشان. نتمنوك إن شاء الله تكون دائما بصحة وسلامة يا رب. إن شاء الله. أول حاجة ومن ضمن تساؤلات الكثيرة بروفيسور عيشان اللي هي كنا توصلنا بها، وهو يعني في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، بطبيعة الحال الحمد لله الأمور غادية مزيان، كنشوفوا أنه العدد ديال الناس اللي كيتلقاو الجرعات غادي وكيرتفع الحمد لله، وهذه حاجة اللي هي إيجابية بزاف. بزاف ديال الناس بروفيسور عيشان كان عندهم بعض العلامات ولا بعض يعني الأعراض الجانبية ولا الآثار من بعد ما تلقوا إما الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. هذا الأمر كيتعتبر ربما عادي لأنه حتى الوزارة الوصية حتى الأطباء المختصين كانوا تكلموا على هذا الشيء، فاش كان يلا التحضير للحملة الوطنية للتلقيح تكلموا على بعض الأعراض الجانبية اللي تقدر تبان عند بعض الناس من بعد ما تيتلقوا يعني الجرعة. طبيعة الحال من ضمن الأعراض اللي تيسولوا عليها بزاف ديال الناس هو ذاك الألم ديال المفاصل ولا الالام على مستوى الكتف او الذراع اللي كتبقى بروفيسور عيشان، خصوصا بعض الناس اللي كيكون معاه ولا كيرافق ارتفاع في درجات الحراره، ففوقاش كتكون عاديه وفوقاش ما كتبقاش عاديه؟ طبعا الحال غالبيه الناس يعني شعروا بهذه المساله اللي تبقى عاديه، يعني بيكونوا كيقول لك لي كوغباتور مثلا، تيقول لك راه جاته مثلا فيفغ او لا حمى ولا تيكون هناك ارتفاع بسيط هي الدرجات ديال الحراره توصل 37.5 حتى 38، تيكون هناك الام في المواضيع ديال الحقنه، وهناك بعض الاحيان كما اشرت اليه السيده عفاف تيكون هناك ايضا بعض الاحيان الام في المفاصل في الرجلين يعني بهكذا ولا في اليدين. يعني هذه المسائل كلها عاديه جدا تلاحظوها في جميع الحقن في جميع اللقاحات، ليس فقط في اللقاح ديال كوفيد انما جميع اللقاحات مثل لقاحات الانفلونزا لقاحات اخرى تكون هذه المساله تبقى عاديه جدا والناس ما خصهمش يخافوا من المساله. انما لما صارت يعني تكون غير عاديه هو لبقى الحراره مثلا مرتفعه تقريبا 38 مده يومين او ثلاث ايام، ولا عندك الم مفاصل يعني فات واحد يومين او ثلاث ايام. وهذه المساله ما لاحظناهاش تقريبا لانه من خلال التجربه ديالنا يعني الناس اللي خداو اللقاحات اللي تيجيو العياده يعني ما لاحظت لحد الان اي حاله من هذه الحالات اللي ممكن نقول انها مستقصيه. جميع الحالات اللي لاحظنا وما كثيراش بزاف، خصنا بان بزاف ديال الناس ما شعروا حتى بشي حاجه باي اثر سلبيه من بعد اللقاح، انما هذه اغلبيه الاوقات تلقوا بان الناس عندهم واحد شويه ديال الالام في الموضوع ديال الحقنه، تيكون عنده واحد شويه ديال الالام في المفاصل، شويه ديال الارتفاع ديال درجه الحراره، ولكن ماشي ما تيفوش تقريبا نص ساعه او 24 ساعه. نعم. اي يعني كتعتبر الى حد الان راه حاله اللي كتكون عاديه. لا الحمد لله تقريبا 3.5 مليون ديال الحقن اللي تولدت على الصعيد الوطني. نعم. كاين مساله اخرى بروفيسور عيشان، وهو بعض الناس اللي تيبقى داك الاحمرار ولا داك الانتفاخ على مستوى الذراع ديالهم، وتيقول لك الانسان راه تيستمر معاه لايام ربما حتى الاسبوع، واش هذه ايضا كتعتبر حاله عاديه لك الانسان؟ بعض الناس بروفيسور عيشان كيقول لك انا راه بقيت مثلا واحد الاسبوع مثلا الذراع ديالي ما كنقدرش نتحكم فيه مزيان، ما كنقدرش نسرحو مزيان، ما كنقدرش مثلا العلي يعني الفوق، واش حتى هذه كتعتبر حاله عاديه ولا لا؟ هذه حاله ربما تكون عاديه ولكن ما لاحظناهاش بزاف، يعني للاسف قليله بزاف، يعني الناس لانه الاحمرار بالاخص في الموضع ديال الحقنه اللي خداوها في الكتف اظن الايسر، يعني هذا الاحمرار تيبقى تقريبا واحد يومين ثلاث ايام وتيمشي تدريجيا. ممكن الانسان مثلا يدير شويه ديال الماء بارد وباش يهمد هذاك الالتهاب اللي عنده في موضع ديال الحقنه، ولكن هذه ايضا تبقى مساله يعني سهله، مساله عاديه جدا، لانه ما حد الان ما كاينش هناك اثار سلبيه بمفهوم ديال الاثار السلبيه ديال اللقاح.
نعم، غادي نصبوا المكالمات ديال المستمعين الكرام من خلال الارقام الهاتفيه، ولكن قبل غادي نمشيو لمجموعه ديال الرسائل الا سمحتي بروفيسور هشام. كاين سؤال من عند ناديه كتقول الام ديالي ان شاء الله غادا دير الجرعه ديال اللقاح، بغيت غير نسول بروفيسور هشام واش العلاج ولا الدواء ديال الغده الدرقيه ماشي مشكل مع اللقاح؟ واش خاصها ترجع لعند الطبيب ديالها اللي متبع الحاله ديال الغده الدرقيه، اولا ما كاين لاش لانه ما عندهاش يعني اعراض، اولا هي كتاخذ العلاج على الغده الدرقيه هذه مده ديال سنوات والامور غدا مزيانه، مره كدير فقط المراقبه. واش كاين شي تفاعل مثلا او لا شيء اثر جانبي اللي تقدر تبانو باش تنصحها بروفيسور عيشان؟ يعني ليست هناك علاقه ما بين الحقنه ديال كوفيد 19 وما بين اضطرابات الغده الدرقيه. يعني السيده ممكن تكمل الادويه ديالها، ماشي بالضروري ترجع للطبيب ديالها، يعني تكمل العلاج ديالها اللي تاخذو تقريبا مدى الحياه، لانه تاخذ واحد الماده يعني تتفرزها هذيك الدرقه الغده الدرقيه اللي ما بقاش خدامه. يعني هناك علاقه، يعني ممكن تاخذ اللقاح ديالها يعني بدون اي مشاكل، لا خوف من المساله هذه، ليست هناك علاقه. نعم، عبد الرزاق كيسول بروفيسور عيشان، شكرا الاخت عفاف، بغيت غير نعرف منكم واش الانسان اللي فاش بغى يمشي يدير الجرعه لقى في الخزان 13%، واش يتسنى حتى ينزل الخزان او لا ما كاينش علاقه ما بين ارتفاع الخزان والانسان اللي دار اللقاح؟ واش ما غتكونش شي اثار جانبيه؟ ليست هناك اثار جانبيه، ولكن الا كان الخزان ديال السكر مرتفع بروفيسور هشام، مرتفع لابد خص السكر خصو ينزل. نعم. يعني السيد هذا ممكن مثلا يتسنى واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه، وهنا بالاخص خاص يشوف طبيب اختصاصي ديال الغدد وديال الامراض السكري. أيه. لان الخزان اللي وصل 13 راه ارتفع بزاف، لان ما خصوش يفوت خمسه، ما خصوش يفوت سته، هذا تعني بانه راه عنده مرض سكري اللي مضطرب، يعني ماشي متوازن. يعني لابد خصو يشوف طبيب اختصاصي ديال امراض الغدد وامراض السكري باش يكون عنده سكر عادي باش ياخذ اللقاح ديالو بدون مضاعفات. في الحاله هذه لابد من الخزان خصو ينقص ويرجع يعني رقم عالي جدا اللي هو تقريبا بين 5 وبين 6. أيه. نمشيو للسؤال ديال حكيمة كتقول شكرا لبرنامج الصحة والسلامة وميد غاديو، أنا وحدة من الناس اللي تنعاني من الربو أو الضيقة، وبغيت نعرف الله يخليكم بالنسبة للجرعات، يعني هي كتكلم على النوبات عندها بالشكل اللي هو مستمر. بروفيسور عيشان كتكلم حكيمة على أنه ابتداء من شهر مارس كيوليو النوبات كيجيوها بشكل أكبر وبشكل أكثر، فكتقول واش حتى أنا ممكن لي ندير اللقاح؟ هذا سؤال مهم، لانه كثير ديال الناس تطرحوا هذا السؤال ديال الضيقه. الناس اللي عندهم ضيقه وكتجيهم النوبه كيتخنقوا. نعم، يعني الناس اللي عندهم ضيقه غير متحكم فيها، يعني واحد الضيقه اللي كاين نوبات كثيره وتاخذوا يعني مجموعه من الادويه بما فيها الكورتيزون بما فيها الرشاشات بطبيعه الحال. اظن بان اللقاح ما تاثرش عليهم، يعني ممكن ياخذوا اللقاح ديالهم بدون يعني ما يكونش ان شاء الله مشاكل، ما يكونش هناك سلبيات. ولكن السؤال ديما تنطرح هو انه علاش الدقه هذه يعني ما تحكمناش فيها، لانه لابد السيده هذه بالقول على العلاج، يعني عباره عن رشاشات او اقرصه او اقراص ولا حقن معينه باش هذه الدقه ممكن نتحكموا فيها، لانه حاليا غير معقل بان الناس باقي عندهم هذا المشكل ديال الدقه اللي ما تحكمش فيها. ولكن بالنسبه للقاح ديال كوفيد فانا تنصح السيده بانها خصها تاخذه، لانه الناس اللي عندهم امراض مزمنه ككل ما فيها مرض الدقه خاصهم ياخذوا اللقاح باش يتجنبوا بطبيعه الحال مرض كوفيد. يعني بالنسبه لهذه السيده ما كاين مشكل، تاخذ العلاج ديالها، اذا كان ممكن تشوف طبيب اختصاصي ديال امراض التنفس يعني واحد 24 ساعه قبل ما دير اللقاح باش يحاول يعطيها ادويه مناسبه باش ما يكونش هناك مضاعفات، باش التنفس يكون عندها عادي والدقه يكون نتحكموا فيها ان شاء الله. نعم، مؤخرا كانت واحد الضجه في مواقع التواصل بروفيسور عيشان، ربما لانه حتى يعني الحاله اللي هي كانت ديال الفنان اللي هو معروف اللي هو مشهور، يعني ما كنتكلمش على المغرب، كنتكلم عربيا يعني في احدى الدول العربيه، فاللي وقع بروفيسور عيشان من بعد الحاله ديال هذا الفنان ما توفى ولات كتطرح مجموعه ديال الاسئله، وحنا بطبيعه الحال راه الدور ديالنا انه نوضحوا ونفهموا المستمعين الكرام وان شاء الله نجاوبوا على جميع الاسئله ديالهم. اللي وقع دابا لحد الان كيتكلموا على انه يعني هذا الفنان هذا خضع للجرعه ديال اللقاح وهو ما عرفش انه مصاب بفيروس كورونا، يعني ما عرفش الوقت اللي تصاب فيه، لانه اخر مره دار فيه الاختبار خرج الاختبار انه سلبي، فالسيد مشى باش غادي يدير الجرعه توفى. وهنا كيتطرح السؤال بروفيسور عيشان غير باش نوضحوا، واش الانسان اذا كان حامل الفيروس كورونا وهو ما عارفش وخضع الجرعه ديال اللقاح واش ممكن توقع له شي حاجه؟ سؤال مهم بطبيعه الحال، لهذا الناس اللي بيديروا اللقاح خصهم يعرفوا بانهم
ما خصوش يكون عنده ارتفاع ديال الدرجه ديال الحراره، ما خصوش أيه. يكون عنده الام في المفاصل، ما يكونش عنده علامات ديال الكوفيد، ما يكونش عنده فقدان حاسه في الشم ولا الذوق، ما يكونش عنده هناك اسهال. والمساله هذه الناس اللي كيديروا الحقن ديال الكوفيد لانهم كيسولوا الناس اللي كيجيو عندهم واش عنده مثلا هذه العلامات هذو ولا ما عندوش العلامات هذه، كيدير ليه الحقنه بطبيعه الحال. ولكن هاد السيد هذا اللي تكلمتي عليه اللي خد الحقنه وتوفى، ف يعني ما واش كان هناك علاقه ما بين هذه الحقنه وما بين كوفيد؟ يعني الادله غير واضحه، غير واضحه، لانه ما يمكنش نديروا بان هذه الحقنه هي اللي دات الوفاه ديال هذا السيد هذا ونجزموا بهذه المساله هذه، لان هناك ايضا بعض من الشك وعدم اليقين في هذه المساله. ولكن المساله اللي علميه وانه ملي يكون الانسان عنده فيروس في الجسم ديالو ككل سواء بخاص كوفيد ما خصوش ياخذ الحقنه بطبيعه الحال، لانه بحال مثلا الناس اللي عندهم زكام تيكون عنده زكام وتيكون عنده ارتفاع ديال درجه ديال الحراره، ما تنعطيوش حقنه ديال لقاح الزكام العادي اللي تناخذوه شهر 9 و10 حتى تيفوتوا الحال بطبيعه الحال. هذا الناس ككل من اللي بغى ياخذ مثلا حقنه جرعه ديال كوفيد خصو يعرف راسو بانه عنده يعني طمبيراتور ديالو عاديه، ما عندوش فقدان حساسية، فقدان الشم ولا فقدان الذوق، ما عندوش يعني اسهال، ما عندوش علامات، ما عندوش سعله، ما عندوش يعني ضيق في التنفس. هذه المساله هذه الاطباء المتواجدين في المراكز اللي كيقوموا بهذا التلقيح يعني كيسولوا الناس قبل ما يديروا لهم اللقاح على هذه العلامات عاد يقوموا بالتلقيح ديالهم. وهذه مساله بالنسبه للمغرب مساله جد ايجابيه، لان هناك تواجد ديال الاطباء وديال الممرضين والممرضات اللي تنحييهم هذا المنبر ديال ميد غادي، لانهم تيقوموا بواحد عمل جبار وعمل يعني جد ممتاز. اكيد تحيه كبيره لهم. اذا نزيدوا ناكدوا على المستمعين الكرام وكل الناس اللي تيسمعوا لنا هذا الصباح على انه لانه اللي تيوقع بعد مرات بروفيسور عيشان الانسان يعني هو خد الموعد يعني بالطرق اللي هي متاحه، اما داك الرساله النصيه، اما تدخل المنصه اللي هي خاصه، او لا يعني تيكون مقدم مثلا هو اللي مكلف بواحد الحومه وعارف الناس مثلا كيتم البرمجه ديالهم، تيمشي الانسان تلقى الاسم ديالو راه كاين. فاللي بغى كياكد عليه البروفيسور عيشان هذا الصباح على انه ولو يكون الموعد ديالك اللي هو خاص بالجرعه لكن تزامن مع انه تصابيتي بحاله ديال زكام او لا ضربك البرد او لا سيلان ديال الانف او لا طلعت لك السخانه، راه ممكن كتعلم فقط الجهات اللي هي وصيه وما تمشيش الموعد ديالك بطبيعه الحال، حتى كتم اعاده يعني كتعطاك موعد اخر من بعد ما كتشافى وكتكون الامور مزيانه. في حاله ظهور هاد الاعراض اللي تكلم عليها بروفيسور عيشان فالانسان راه ما تيمشيش يدير الجرعه ديال اللقاح حتى كدوز يعني ديك الاعراض كامله وما كتبقاش نهائيا، عاد الانسان كيف ما قلنا راه كيتعطاه موعد لاحقا. لحظه غادي نبقاو مع فاصل قصير وراجعين دائما معكم من خلال برنامج صحه وسلامه على ميد غاديو. بكل وضوح لقاء فكري، حوار ثقافي، دراسة وفراسة للأحداث. شنو هو الشيء اللي في رأيكم غادي يجعل ولدنا ولا ولدكم ينجح ويستقر في الأشياء اللي غيكسب؟ خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسة. شنو لقاو؟ لو سيلف كونتنت، تحكم في الناس. غيجي الإسلام غيجيب لنا مادة فكرية بسيطة جدا. بكل وضوح لقاء فكري، حوار ثقافي، دراسة وفراسة للأحداث. شنو هو الشيء اللي في رأيكم غادي يجعل ولدنا ولا ولدكم ينجح ويستقر في الأشياء اللي غيكسب؟ خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسة. شنو لقاو؟ لو سيلف كونتنت، تحكم في الناس. غيجي الإسلام غيجيب لنا مادة فكرية بسيطة جدا انك تطبقها، ولكن هذا السهل هذا راه عنده سر اللي هو العمق. تفكر ومذاكرة للفكر العالمي الإنساني، محوره الإنسان، الأسرة والمجتمع. سي دريب قصدت كل مقصود الله. الله الله. أنا تنقول أه بزاف. ولكن حتى نبغي أه بزاف داكشي علاش. الله الله الله. وأنا تحت رجله يعني كنلبي له كل الطلبات ديالو. أخطأتي. أخطأتي. أنا عارفة راسي. أخطأتي. عارفة راسي. والله يا بنيتي ما طلعتي للدالية لا جنيتي العنب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف العزة وتحت الرجل؟ راكم يلاه كتعرفوا الحباب. يلاه بركتوا في الطبلة كتقولوا بسم الله على واحد القصعه سميتها الزواج. بكل وضوح لقاء من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة 6 إلى 8 مساء مع الكاتب والباحث المامون مبارك دريبي. بكل وضوح لقاء فكري، حوار ثقافي، دراسة وفراسة للأحداث. شنو هو الشيء اللي في رأيكم غادي يجعل ولدنا ولا ولدكم ينجح
ويستقر في الاشياء اللي غيكسب. خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسه. شنو لقاو؟ لو سيلف كونتر، التحكم في النفس. غيجي الاسلام غيجيب لنا ماده فكريه بسيطه. عماد غاديو دائما من خلال برنامج صحه وسلامه، ومعنا البروفيسور عبد العزيز عيشان، طبيب متخصص في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه، واليوم حلقه مفتوحه من خلالها كنجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم. مرحبا باتصالاتكم دائما من خلال الارقام الهاتفيه 05 22 46 72 50 51 و 52، او 05 22 80 00 61 61 او 62. خديجه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. لاله خديجه صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله خديجه كنشكركم اختي على هذا البرنامج كاملين. العفو، مرحبا. ومبروك على الصداره وخا. شكرا شكرا لك لاله خديجه. بغيت لك السر، بغيت نسول البروفيسور. تفضلي. هي انا عندي الحساسيه، انا ما كانش عندي من قبل بالصغر، ما كانش عندي. اش من حساسيه؟ عندي الحساسيه ديال هاد لي برودوي ديال الجافيل، مع ما الشقاو وهادشي ديال الدار وداكشي، بحال تركبت فيا. اييه، وشنو الاعراض والعلامات اللي كيبانوا عندك لاله خديجه؟ الاعراض اللي عندي انا من 2018 بدات كتجيني نيفيغين من جهه وحده ديال اليسار تيسير ليا، ومشيت درت تيست ديال الحساسيه، درتو داكشي قال لي راه عندك هذا ديال المواد، ديال مواد التنظيف. اييه. ومنين درتو صافي ما بقاش، ما عطاني لا عطاني غير الهيستامين. عطاني مضادات هيستامين. اييه. وعطاني واحد التقطيره ديال الانف. صافي بديت كنستعملهم، فيما كيجيني هكا هاد الاعراض وداكشي كنستعملهم. غير هي من دابا من داز داك عام ديك 2019 الشم ما بقيتش كنشم ديك، بقيتش كنشم مزيان. اييه. الشم نقص ليا، ماشي هادشي راه قبل من كورونا. اييه. الشم نقص ليا، ما بقاش تذوق الذوق، ما بقاش يعني، وليت اي حاجه اللي شميتها دغيا كتقبض فيا. واش هادشي عنده شي علاج، اولا كنبقى نستعمل هاد الهيستامين اولا اشنو هما؟ كنعرفش. نعم، واخا لاله خديجه. العفو، شكرا لك تواصلتي معنا. ناخذ معنا مكالمه اخرى بما انه كاين مكالمات كثيره، ونرجعوا باش نجاوبوا على سؤال لاله خديجه. نستقبلوا مريم معنا من وجده. مريم صباح الخير. صباح الخير لاله عزان. مرحبا بك مريم. شكرا سي عزان. اختي عندي واحد السؤال للدكتور عيسان. اييه. عندي الولد عنده 24 عام. نعم. عنده الحساسيه. كانت عنده ملي كان صغير، ملي كانت عنده 10 سنين. اش من حساسيه لاله مريم؟ كانت عنده الحساسيه في الانف ديالو، صافي ماشي شي حساسيه الانف. اييه. حساسيه الانف، تبع واحد تريتمون 6 شهور. وبرا. نعم. وهذه عامين جالو واحد الليله جالو ضيق التنفس. اييه. ضيق التنفس بوحدو. مشى للطبيب قال له عندك الحساسيه، غير الحساسيه عاديه، عطى له واحد الرشاشات واحد الكينه. اي الرشاشات شنو عطاه؟ ديال الانف ولا عطاه داك البخاخ ديال الفم؟ شنو عطاه؟ ديال الفم. عطاه ديال الفم. اييه. واحد الكينه، وقال له تبعها 3 شهور، وتبعها 3 شهور ما دارت له والو. عاوتاني رجع ما دار، ما بدلوش الدواء، قال له تبع غير هذاك، ما دار له والو. من بعد رجع عند واحد طبيب واحد اخر، عبر له الاكسجين، لقى له 50%. اييه. وعطاه غير نفس الدواء اللي عطاه الطبيب الاول. نقص له من الكميه. لا، نفس نفس الدواء، عطاه نفس الدواء. ولكن ما كاين حتى نتيجه. اييه نعم. ومن عبر له الاكسجين هذاك ديك لاباري ديال العبار حيدها من عند واحد المرة، ما عقمها ما والو، دارها له، جاب من ديك الساعة جاب الرواح والكحة. اي نعم. وانت متأكدة انه لقاو عنده، شوف مريم، متأكدة انه لقاو عنده 50% في النسبة ديال الاكسجين؟ متأكدة 50%؟ هذا الشيء اللي قال له، قال له عندك النصران ضاغط لك على الريه، نقص لك الاكسجين. نعم، واخا لاله مريم، ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك، وسمعي مزيان، ان شاء الله راه غيشرح لك بروفيسور عيشان الحاله بالضبط. اذا اول حاجه نبداو بالسؤال ديال لاله خديجه بخصوص الحساسيه ديال مواد التنظيف. اول حاجه انا بغيت نسولك عليها بروفيسور عيشان، وغنتكلموا على مواد التنظيف، واش الناس اللي عندهم حساسيه على مستوى الانف ولا استمرت معاهم مده سنوات، واش ممكن تدي لهم حاسه الشم؟
بطبيعه الحال لانه حاسه الشم بالاخص عند النساء اللي عندهم حساسيه ديال الانف واللي ولات مزمنه، يعني تقريبا عندهم مده 5 سنين 10 سنين 15 عام، فتدريجيا تفقدوا حاسه الشم. والمشكل هو انه اذا فقدوا حاسه الشم فتقريبا 10% نقدروا نردوا لهم حاسه الشم. يلا 10% من النسبه ديال الناس اللي تصابوا اللي كترجع لهم حاسه الشم. لانه من خلال هذه الاسئله ديال هاد الناس هادو فهمنا بان الحساسيه ديال الانف يعني كاينه واحد الصوره كبيره. عندك شي ارقام بروفيسور عيشان؟ شحال النسبه ديال الناس اللي عندهم حساسيه الانف؟ ديال 2007 2007 لقينا بان تقريبا على صعيد الدار البيضاء مثلا كاين تقريبا 30% ديال الاطفال اللي عندهم حساسيه ديال الانف. في مراكش مثلا 27% عندهم حساسيه ديال الانف، حتى في بعض المناطق اللي تنقول بانها مناطق يعني مزيانه ما فيهاش تلوث كبن سليمان لقينا تقريبا 22%، يعني حاسه الشم يعني حساسيه الانف متواجده على الصعيد الوطني اكثر من مرض الدقة. يعني كاين الحساسيه ديال الانف اللي تدي في بعض الاحيان فقدان حاسه الشم، وخا تنعطيو واحد العلاجات نقولوا انها ناجعه بان راه مزيانه، ولكن تقريبا 10% اللي تنعاود يقدروا يرجع الشم ديالهم، ولكن الاخرين ما تيسترجعوش الشم. هذا هو المشكل ديال الحساسيه ديال الانف. لهذا دائما تنأكد على الناس اللي عندهم حساسيه ديال الانف تيحكوا لي فيهم عندهم النيف تيسيل والنيف ديالهم تيتسد مره الجهه اليمنيه مره الجهه اليسريه، لابد خصهم يمشيو عند طبيب اختصاصي ديال الحساسيه باش يبداو العلاج في اقرب وقت ممكن. نعم، اسمح لي بروفيسور عشان نعاودوا نذكروا بالاعراض والعلامات ديال حساسيه الانف. اذا قلتي انه الانف كيتسد كل مره من جهه، مره كيتسد من جهه اليمنى، مره كيتسد من جهه اليسرى، الانسان كيحك نيفو بزاف، تيعطس كيعطس كذلك بروفيسور عيشان؟ تيعطس بزاف طبعا صوره كبيره بالاخص الا شم الغبره ولا مثلا فصل الربيع واجين مثلا مشى للغابه وشم ديك بذور اللي تحت تيعطس بواحد الصوره كبيره وكبيره جدا. كاين الناس اللي تيعطسوا تقريبا النهار كله هما تيعطسوا تقريبا، يعني تستعملوا دوك المناديل الورقيه تقريبا علبه حتى بجوج العلب في النهار، يعني العطس كاين والحكام ديال النيف والانسداد ديال الانف، هادو هما علامات والسيلان ديال الانف بطبيعه الحال. ما ننساوش تيقول لك احيانا تيقولوا بواحد الدرجه ان النيف ديالو ولا بحر روبيني، يعني ما تيوقفش دائما هناك السيلان. هادو هما العلامات ديال الحساسيه ديال الانف اللي عاديين، ولكن في بعض الاحيان الناس تيجعلوهم تيقول لك ضربني البرد، تيقول لك البرد كامل العام كله وانا ضربني البرد، هذه ماشي ضربني البرد، هذه حساسيه ديال الانف اللي خصها تعالج. اييه، المساله ديال مواد التنظيف بروفيسور عيشان خصوصا عند بعض النساء، لانه لما كتقول السيده يعني مرأة تقول لها راه عندك حساسيه مواد التنظيف، فاذا ما غاداش مثلا يعني ماشي بحال المرأة عاديه، يعني راه بعض المرات ابسط الامور في الدار راه هي بالنسبه ليها ماشي سهله، راه ربما الا بغات تغسل غير الماعن او بغات تجفف الدار ديالها او لا عندها مشكل مع الماء جافيل، عندها مشكل مع مواد تنظيف سواء كانت سائله ولا كانت مسحوق، فربما هاد النساء كتجيهم صعيبه كتقول لك انا ما عنديش ما يمكنش، انا مثلا ما عنديش اللي يعاوني في الدار، فكيفاش كتعاملوا مع هاد الحالات بروفيسور عيشان؟ واش الا كانت كتاخذ غير العلاج راه ماشي مشكل، راه تستعمل مواد تنظيف؟ هذا واحد السؤال مهم جدا، لان اولا مواد التنظيف ما تتخلقش الحساسيه، انما مواد التنظيف هي تتهيج الحساسيه، يعني هي ماشي كدير الحساسيه، هي مواد مهيجه. أيوة. ولكن هي مواد مهيجة للحساسية، يعني تدفيق الحساسية. الناس اللي عندهم حساسية ديال الأنف مثلا عندهم علاقة بغبار المنزل ولا بذور اللقاح ولا شي حاجة بحال هكذا، ملي مثلا تيدخلوا المطبخ وتيجبدوا هذاك الشيء من ذوك المنظفات تيولي النيف ديالهم تيسيب وتيتخنقوا وتيتخنقوا حتى في الصدر ديالهم، لأنه هذا تهيج الحساسية، مهيجات الحساسية. ودائما السؤال اللي ما تلقاولوش الجواب هو هذا، لأنهم تنقول للسيدة بان راه ما خصكيش تقيسي جافيل ولا غادي لك مواد التنظيف بصفه عامه، تقول لك ما يمكنش شكون غيديروا بلاصتي، يعني تنحاولوا نلقاو حلول، يعني بعض الحلول هو انها خصها دير الكمامه على نيفها وعلى فمها، يعني باش ما تشمش. هذا الشيء راه بلا فيروس كورونا، هذه بالنسبه لنا الناس راه وقايه. اييه، لانها خصها دير هذوك لي غون في يديها ودير هذوك الكمامات على نيفها وعلى فمها باش ما تشمش هذوك المواد التنظيف، لان هذوك المواد التنظيف في الحقيقه راه فيها بعض المواد اللي خطيره جدا. كاين مواد اللي هي كتوصل حتى لانها فيها السموميه. اييه، انا شفت بعض الحالات ديال النساء اللي جاوا عندي يعني عندهم دقه، واحد الدقه تقريبا كبيره وصعيبه، لانه شموا واحد المواد ديال التنظيف عباره عن مسحوق، شموا واحد الغاز اللي دخل لهم للرئه،
يعني الناس. وثاني هناك واحد النوع ديال يعني الناس كثروا بزاف من هادشي ديال المواد التنظيف في الاخص في ديال الجائحه ديال الكوفيد. كاين الناس اللي تستعمل واحد المواد ديال التنظيف بواحد الصوره كبيره يعني في الصباح وفي العشيه وفي الليل حتى تصابوا بالاكزيما في يديهم. هذا يعني يجب تقنين هذه المساله هذه بالاخص عند النساء اللي عندهم الحساسيه، يعني يديروا الكمامات يحاولوا كاين شي حد يساعدهم اللي عندهم الحساسيه بطبيعه الحال. يعني خصنا نلقاو حلول. وهاد الحلول تكون على صعيد يعني اي امراه او اي يعني ما كاينش حلول جذريه، يعني خصنا نلقاو حل مناسب لهاد السيده. ربما تكون عندها واحد السيده اخرى ولا بنتها ولا شي حد اللي يعاونها، والاخص لابد دير كمامه على نيفها وعلى فمها باش اذا كانت بتنظف وبتستعمل هذيك المواد التنظيف. هذا سؤال في الحقيقه كثير، ولكن الجواب ديالو هو يعني خصنا نلقاو حلول، حلول بديله وحلول بسيطه. وعلى الاقل تكون بعقلانيه. انا كنتمنى يكونوا سمعونا النساء بروفيسور عيشان اللي كيستعملوا الماء القاطع، كي اللي وصلت الماء القاطع يعني في الظرفيه ديال كورونا وصلوا لانهم كيستعملوا الماء القاطع تيحكوا به الدروج ديالهم، تيحكوا به الحمامات ديالهم. فراه يعني كنعرفوا راه ماده خطيره جدا، راه ماده خطيره جدا. فتخيل لما السيده كهكذا كتحك بها مثلا وكتستعملها كماده ديال التنظيف وكتستنشقها، اشنو ممكن يوقع في الجهاز التنفسي ديالها؟ نعم. طيب المنقطع على قياس المنقطع كيوصل للرئه وتتقب الرئه، كيتقب الرئه المنقطع. بزاف ديال الحالات ديال الناس اللي الله يحفظ توفوا يعني استعمال المنقطع ديال التنفس لانه استعملوا استنشقوا يعني شموا هذيك الريحه ديال المنقطع بواحد الصوره كبيره وتصاوبوا بهذه المساله هذه. لان تنطلب الناس باش يكونوا يعني بصفه عقلانيه باش يكونوا التنظيف ديال المواد التنظيف تكون بواحد الصوره عقلانيه. نعم. نمشيو للسؤال ديال مريم من وجدة والحالة ديال الابن ديالها 24 سنة، تكلمات على حساسية ديال الأنف اللي عنده، تكلمات على علاجات. أنا بغيت غير نسولك، هي شرط باللي راه بروفيسور عيشان لقى عنده الطبيب نسبة ديال الأكسجين اللي وصل 50%. لا القضية غير ممكنة وغير هادشي علاش سولتها. نعم السؤال ديالك غير علمية لأنه ما يمكنش الأكسجين يهبط حتى 50%، ما يمكنش يوصل 50%. أي ما يمكنش أبدا تاتا، إنما باش نعطيو واحد الفكرة معينة على الأبار ديال الأكسجين. نعم الأبار ديال الأكسجين يعني تيكون عن طريق الدم، يعني تقوم بواحد التحليلة تناخذوا العينة من الدم من الشرايين ديال الطفل ولا الإنسان وتنديو واحد المختبر معين، يعني ماشي جميع المختبرات، مختبر معين اللي تيعبر الغازات بصفه عامه في الدم ديال الانسان، تيعبر مثلا نسبه الاكسجين، تيعبر نسبه ثاني اكسيد الكربون، تيعطينا لا ساتوراسيون ديال الاكسجين، تيعطينا لو بي اش ديال الجسم ديال الانسان، يعني واحد التحليله معينه، وهذه التحليله هي تعطينا فكره على نسبه الاكسجين بدقه ونسبه الغاز نسبه ثاني اكسيد الكربون. انما 50% غير يعني لا يعقل، ان 50% خاصو الاكسجين يوميا، خاصو يعني بزاف ديال المسائل. لهذا الناس تيخلطوا ما بين العبار ديال الاكسجين تيتم بهذه الطريقه هذه، انما هذاك العبار الصغير اللي تنديرو حاليا في اطار كوفيد تنديرو بواحد واحد لاباري صغيره سميتها اوكسيمتر، هذاك تيعطينا واحد الفكره على لا ساتوراسيون اون الاكسجين، يعني الاكسجين في الدم ديال الانسان، ولكن تبقى واحد تقييم بسيط، يعني ماشي تقييم يعني 100%. نعم اي غدا واش نشرح للسيده بانه 50% يعني غير علميه يعني غير ممكن. ما يمكنش. واخا العلاج هو عنده حساسيه ديال الانف، عطاه الطبيب ايضا بخاخ ديال الفم. فوقاش كتوقع هذه المساله بروفيسور عيشان؟ انسان عنده حساسيه الانف ويوصف ليه الطبيب بخاخ ديال الفم، يعني ربما الطبيب اللي شافو لقى بانه عنده الصدر ديالو تيصفر او لا تيزوي وعنده صفار في الصدر ديالو، ربما الحساسيه ديال الانف هبطت ليه الصدر ديالو، هذاك الشيء تعطى البخاخ ديال الفم، لان البخاخ ديال الفم ككل تنعطيو للناس اللي عندهم الربو الدقه. يعني بهذا المفهوم هذا اللي فيه الدقه، اللي عنده ربو اللي عنده صفارات في الصدر ديالو تنعطيو بخاخ او رشاش كما تنسميوه تيستعملوه في الفم ديالو صباح مساء. اما بالنسبه للحساسيه ديال الانف بطبيعه الحال تنعطيو يعني رشاش خاص بالانف، ما يمكنش نخلطوا ما بين رشاش ديال الانف اللي خاص بالحساسيه ديال الانف وما بين رشاش ديال الفم اللي خاص بمرض الربو، يعني ما يمكنش نعطيو ليه هو عنده فقط حساسيه ديال الانف، هذا يعني بانه راه عنده مرض الدقه بانه عنده ربو. نعم نعم. ناخذ معنا السعديه هذه المره. السعديه صباح الخير. عليكم السلام بنتي كبيره. اهلا وسهلا، مرحبا بك لاله السعديه. تحياتي ليك وتحياتي للبروفيسور عيشان. شكرا، مرحبا بك. وبنتي عافاك الله يعطيك الصحه، قبل ما نعطي الاسئله بغيتك غير تطلبي هذاك البرنامج اللي تتعملوا ديال الدكتور
ديال الصباح تيكون الجمعه والاثنين. اييه الله يرضى عليك عافاك بنتي، ديروا لينا برنامج، ديري لنا واحد البرنامج ديال هذه ماشي غير حلقه، غير حلقه ماشي برنامج على الاسئله. اييه الي سمحي لي الله يرضى عليك، حلقه ديال سميتو باركنسون. الله يرضى عليك الباركنسون، واخا كون هانيه وعده لاله السعديه. شوف رحنا جايين لاله السعديه مع استاذ احليمي، رحنا جايين في سلسله من الحلقات على الدماغ والجهاز العصبي. الا سمعتي هاد الايام ربدينا اول حاجه تكلمنا بصفه عامه، ودابا رحنا تنفصلوا في الامراض. رحنا غنتكلموا على التصلب اللويحي، غنتكلموا على الباركنسون، تكلمنا على الزهايمر كذلك ولا مرض الزهايمر، وحنا جايين ان شاء الله. جيت لهنا وتنطلب ربي بنتي واحد الاسئله للبروفيسور عيشان. هي انا عندي باغيزونوفيلي، راه عارفه الدكتور عيشان، حتى هي بحال حساسيه في الدم عندي، وعندي بقيت تنشرب بزاف لي كورتيكويد، هي توقف لي لا غلوند سيرينال الغده الكظريه، اللي توقفات انت بغيتي نعرف. قول الدكتور واش ما بقيتش تنشرب بزاف لي كورتيكويد، دابا تنشرب غير ديال الهيدروكورتيزون، واش بنتي نقدر نعمل الجلبه ولا ما نعملهاش؟ الله يرضى على بنتي ويسهل عليكم في هذه الاذاعه. واخا واخا لاله السعديه ان شاء الله يجاوبك بروفيسور عيشان، وشكرا لك بزاف لاله السعديه تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. بروفيسور عيشان سمعتي السؤال ديال لاله السعديه؟ ممكن تاخذ لقاح بدون خوف، لانه تاخذ ماده الهيدروكورتيزون مدى الحياه، لانه واحد الغده مات ليها مابقاش خدامه الكورتيزون بزاف، وهذا خطا، لان بنفتح قوس ديال الكورتيزون تاخذوه الناس بواحد الصوره عشوائيه، وبالاخص الصيدليات اللي تعطيو الكورتيزون بواحد الصوره عشوائيه، لانه الناس بزاف عندهم حساسيات وتاخذ الكورتيزون، وهذا الكورتيزون بين المشاكل ديالو وانه تيقتل هذه الغده هذه. الانسان تيبغي تاخذ واحد الماده تسمى الهيدروكورتيزون مدى الحياه، يعني لهذا يجب تقنين اعطاء الكورتيزون الا للناس اللي خاصهم ياخذوا الكورتيزون. تحيه للطاقم. نعم. واخا لهذا بالنسبه للسيده دابا كان كيحتى مشكل بالنسبه للقاح ديال الكوفيد، ممكن تمشي تاخذ الجرعه ديالها. ما تخافش، يعني المساله عاديه جدا. اييه نعم. نستقبلوا معنا فاطمه هذه المره. لاله فاطمه صباح الخير. صباح النور استاذ عزاز. تفضلي لاله فاطمه. بارك الله فيك، شكرا على البرامج القيمه ديالكم ان شاء الله. مرحبا. شكرا، الله يخليك. بغيت نوجه السؤال للدكتور هشام على حسب عدوز الحمد ديالي. اييه درت الجلبة ودابا عندها ان شاء الله فات الجمعه هذه مده 28 يوم، مع العلم انها جاتها الحمى والكحه كتكح بزاف. وسولتها قلت لها واش كتشمي ولا لا، قالت لك ما كنشمش. اييه والمذاق قالت لك كنتمذق بانها حلو ولكن باسل. نعم. دابا هي عندها الجرعه الثانيه، هي اللي عندها نهار الجمعه. الله واش هذه الجرعه الثانيه ديرها ولا لا، ولا خصها تستشر مع الطبيب؟ وهاد الاعراض فوقاش بانت عندها فاطمه؟ فوقاش بانوا عندها؟ بانت عندها غير نهار الحد. غير مؤخرا. نهار الحد. اييه واخا. سؤال مهم. الله يخليك. نعم فاطمه. بالنسبه لولدي عاوتاني السؤال ديال ولدي، كيف كننظف بحال هكا الدار ولا هذا، كيشم ريحه جافيل ولا سانكرو ولا هذا، كيبقى ينيف وبقى يسيل بزاف، ويوجهني الدكتور الله يخليك. نعم. شحال في عمره الوليد؟ شحال عنده من عام؟ 10 سنين. اييه واخا فاطمه ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك الاول والثاني. العفو، شكرا لك. تفضل بروفيسور عيشان. اذا المساله ديال الاعراض اللي بانت عند السيده يلاه يوم الاحد، وهي عند الموعد ديال الجرعه الثانيه نهار الجمعه. انا اظن بان قبل تاخذ الجرعه ديال يوم الجمعه خصها تشوف طبيب اختصاصي في الامراض ديال التنفسي، لانه خصو يكشف عليها واش عندها يعني اعراض اللي ممكن ما تاخذش الجرعه الثانيه، لان ارتفاع ديال درجه ديال الحراره ولا السعله. خصها تاخذ مثلا الكحبه بزاف، خصها دير مثلا السكانير ديال الصدر باش نشوفوا الصدر ديالها. يعني هي المساله ضروريه بان تاخذ استشاره عن قرب من طبيب اختصاصي في الامراض ديال التنفسي، لانه حاليا يعني انا اقول حاليا يعني اليوم بان السيده تتكحب واحد الصوره كبيره وعندها مجموعه من الاعراض، ما يمكنش تاخذ الجرعه الثانيه، لانها خاصها تكون في صحه جيده. المهم ما خصنا نعرفوا المستمعين الكرام بانه الناس اللي ياخذوا الجرعه الاولى او الثانيه خص يكون بصحه جيده، والناس اللي غادي يعطيوهم الجرعه الثانيه ما يمكنش يعطوها لهم الا شافوا هذه الاعراض. يعني لابد خصها تشوف طبيب اختصاصي وتاخذ العلاج، وممكن الى ولات لاباس تاخذ الجرعه يوم الجمعه، الى باقي فيها هاد الاعراض ممكن تصبر واحد اسبوع اخر وعاد تاخذ الجرعه. ما كيكونش تاثير على الفعاليه بروفيسور عيشان الانسان الى يعطل الموعد ديال الجرعه الثانيه لاسباب صحيه؟ هو في الحقيقه تيكون واحد النوع ديال الفعاليه تتنقص شويه، لانه بالناحيه العلميه
الا حدينا مثلا ديال استرازينيكا يعني تقريبا 4 اسابيع ما بين الاولى والثانيه يعني الا تعطلنا، ولكن الا تعطلنا راه يمكن لو خد الجرعه الثانيه في الوقت ديالها هو عنده هاد الاعراض بعض الاحيان تيكون هناك يعني تكون سلبيات تكون مضاعفات لا قدر الله ربما تكون خطيره. هذا الناس هادو ما فيها باس يتبنى واحد اسبوع اخر وياخذوا العلاج حتى يتولي يبلو الحمد لله مزيانين وياخذوا الجرعه الثانيه، يعني ما خصهمش يزربوا، خاصهم يشوفوا الطبيب وياخذوا العلاج ديالهم. اييه كاين احتمال بروفيسور عيشان حيت ملي تكلمات على الاعراض بالنسبه لحماتها المستمعه الكريمه، واش كاين احتمال انه الانسان مثلا دار الجرعه الاولى ومن بعد يعني داس واحد المده ربما تعرض ولا ما خداش الاحتياطات ديالو الكافيه او لا وتعرض للفيروس كورونا وبانوا عنده مثلا الاعراض، فهاد الحاله شنو كديروا بروفيسور عيشان؟ انا هاد الحاله هادي شفت واحد الحاله الاسبوع اللي فات يعني دارت الجرعه الاولى ومن بعد تعادات يعني بكورونا، الجرعه الاولى وما بقاش دير التدابير الاحترازيه كيحسب ليها الجرعه الاولى صافي راه غتحميها ما كافياش. هذا هو ما كافياش الرساله اللي باغي نوجهوا للناس بانه واخا خداو الجرعه الاولى خصهم دائما يستعملوا الكمامات والتباعد ما بينهم وبين الناس الاخرين، الاحتياطات تبقى دائمه اجباريه وضروريه. بطبيعه الحال انا شفت حاله ديال واحد السيده اللي اتخذت الجرعه الاولى ومن بعد دارت كوفيد، يعني دارت ارتفاع درجه ديال الحراره فقدت الشم والذوق ديالها وجات واحد الساعه كثيره وكانت نسبه الرئه اللي تقاس لها تقريبا 36%. فهاد الحاله هذه بطبيعه الحال ما يمكنش دير الجرعه الثانيه في الوقت ديالها، لا في هاد الحاله هذه تاخذ العلاج اللي يعني على حسب العلاج عطتنا وزاره الصحه، يعني تاخذ الادويه ديالها الحقن ديالها المسائل ديالها واحد تقريبا 10 ايام وتجلس تقريبا واحد جوج اسابيع. أيه. يعني تتبعد على الناس على ولادها وعلى المحيط الاجتماعي ديالها، ومن بعد 15 يوم نقوم بواحد التقييم ديال المرض ديالها. هاد الناس هادو اللي فاتهم كوفيد راه ما يمكنش يديروا اللقاح مباشره، على الاقل واحد شهرين ما بين الشفاء التام واللقاح. نعم يعني هي تعاجت مثلا اليوم ما بقاش عندها كوفيد وقال لها الطبيب ديالها بان الحمد لله يعني تمثلت الشفاء، على الاقل خص واحد الشهرين عاد دير اللقاح، ما يمكنش ديرو مباشره. هذا هو المعطيات المهمه اللي عرفوها الناس باش يحترموا هذه المده ديال شهرين، كاين يعني الناس مثلا يلاه فات فيه كوفيد مثلا هذه شهر وباغي يدير اللقاح مزروب على اللقاح، اي خصو يمشي لهذاك المركز ديال اللقاح ويعلمهم بانه يلاه فاتوا هذا الشهر ويتفاهموا هذه المساله هذه باش يعطيو موعد من بعد شهر اخر. اييه ومره اخرى كيف ما اكد بروفيسور عيشان على انه الناس اللي خضعوا الجرعه الاولى بقاو واخدين الاحتياطات ديالكم، راه تكلم بروفيسور على حالات اللي هو شافها راه ناس عملوا الجرعه الاولى وما بقاوش خداو الاحتياطات الكافيه، لان الجرعه الاولى راه كلشي كياكد انها راها ما كتحميكش، راه حتى كدير الجرعه الثانيه وكتبقى واحد المده عاد ديك الساعه المناعه ديالك كتكون كونتيها ضد فيروس كورونا، اما الجرعه الاولى بوحدها وفي غياب انك ما كتاخذ الاحتياطات لا حتى حاجه راك معرض انك تهز الفيروس بطبيعه الحال، وهكذا يعني كيولي عندك حتى مشكل في انك تاخذ الجرعه الثانيه وتكمل الموعد ديالك اللي هو خاص باللقاح وتكون المناعه ديالك ضد كوفيد 19. فنتمنوا ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. ناخذ معنا امينه هذه المره من مدينه مراكش. لاله امينه مرحبا. الله يحفظك بنتي عزاز، كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله لاله امينه. لاله يخليكم، عافاك عندي جوج الاسئله وبزربه الله يستر عليك. مرحبا. عافاك انا عندي سكر ومشيت للطبيب عند طبيب هاد السيمانه متبع معاه، لقى عندي 7.50 في الخزام ولقى عندي ارتفاع الضغط فيه 14. اييه 14 على شحال؟ 14 على 7. على 7 اييه. ودقات القلب عندي فيهم 68. وتنعاني من الغده الدرقيه ما نحيدهاش، هي تنتعالج تنشرب الدواء لقاها الحمد لله مزيانه. اييه ودابا بغيت نشوف الله يجازيك بخير ويرحمكم الوالدين انتي والدكتور على التلقيح، واش ما عنديش من الناس نخاف. وعافاك السؤال الثاني، عندي ولدي عنده 28 عام وتيبدا يحركني فيه بزاف، وإلا كنت جالسة أنا وياه تنتغدى ولا تنتعشى تيبدا يقف هذيك الماكلة، وتنقول ليه سير عند الطبيب تيقول لي راه ما عندي حتى حاجة ما كنحس بوالو، أنا هذيك الحركة اللي تيديرو حنا تناكلو شنو كيدير كيحك نيفو؟ لا ماشي تيحكو تيحركو تيبقى يحرك الانف ديالو. ايه هو بوحدو، هي بوحدو تيحركو تياكل.
نعم. وما عرفت شايت ما استدعت واخا هو غير شرح لك البروفيسور واش غير تيك يعني فيه غير عادة عنده ولا راه إشارة على شي مشكل أو غير يشرح لك بروفيسور عيشان وشكرا لك بزاف للا أمينة باش ما ننساش بروفيسور عيشان العفو هذا واجب بروفيسور عيشان باش ما ننسوش المستمع اللي كان سولات على حماتها كان سولات أيضا على الإبن ديالها 10 سنوات وعنده مشكل أنه الأم دياله فين ما كتنظف الدار الوليد كتبان عنده علامات ديال الحساسية ملي كيشم هذوك المواد ديال التنظيف فهاد الوليد واش كيحتاج استشارة طبية أو لا لا بطبيعة الحال خاص لابد من استشارة طبية واستشارة يعني خاصها تكون مستعجلة لأنه بزاف ديال الناس يهملوا هذه المسائل بأن الطفل مثلا تيتخنق نيفوتيسيل تجي السعلالة شم مواد التنظيف بطبيعة الحال خاصنا نكشفوا عليه واش عنده بداية ديال الدقة لأنه الناس ما تيمشوش عند الطبيب لا أقول الكل ولكن في بعض الأحيان الناس يتعطلوا شي شوية ما تيمشيوش أنا دائما يعني تنقول للناس بأنه يعني الكشف المبكر تيبقى مسألة مهمة عند الناس الكل باش نكشفوا على الدقة على الحساسية في أقرب وقت ممكن لأنه ممكن العلاج ديالها لأنه حاليا ما خصناش نكونوا متشائمين بأن الحساسيات ولا الدقة ما عندهاش علاج حاليا على الصعيد الوطني كاين الأدوية كلها متواجدة وممكن العلاج ممكن تحكم في الحساسية وأمراض الدقة. نعم نجاوبوا للا أمينة من مراكش بالنسبة للحالة ديالها بروفيسور عيشان السكري مع غدة درقية عندها تقريبا 7 في الخزان وعندها الضغط الدموي 14 مزيانه يعني تاخذ بعض الادويه فيما يخص الغده الدرقيه يعني ممكن تاخذ اللقاح يعني ما عندناش تخاف باش تاخذ اللقاح ديالها لانها الحاله الصحيه ديالها جد مستقره يعني ما كاينش مشكل في المساله هذه. اما فيما يخص الولد ديالها اللي تحتني ديالهم تيكون مثلا جالسين تياكلوا ولا شي حاجه بحال هكذا فربما انا اقول ربما تكون حساسيه ديال الانف لان الا كان تحتني ديالو والني ديالو تيسيل ولا تيتسد خصو يشوف طبيب اختصاصي في الحساسيه في مدينه مراكش ما لكن غير تيحك فقط ملي كيكونوا تياكلوا فربما هناك هذا شرطي للعفاف لو تيك يعني العاده أيه يعني كتكون شي عاده انا لاحظناها بزاف خلال الحظر ديال كوفيد يعني بزاف عند الاطفال يعني تيكون تجي واحد السعله وهو ما عنده لا ضيقه لا حتى شي حاجه الجانب النفسي لا تيلعب دور كبير في هذه المساله ديال هذه العادات وهذا لي تيك اللي يكون عند الناس واللي تطور بزاف ملي كان الحظر الصحي ديال كوفيد. نعم انا نقول غير لاله امينه ربما ما تخافيش كاينين الناس بروفيسور عيشان اللي تيحرك مثلا الانف ديالو اللي كيحرك العين ديالو كاين الناس انا شفتهم اللي كيحركوا الاذن ديالهم بلا ما يحسوا تيقدر انه يحرك الاذنين ديالو بلا ما كيحس نهائيا فربما هي عاده اييه عاده كي سباهك داك الانسان وبالتالي يعني تتبقى معاه. غنشكرك بزاف بروفيسور عيشان ودائما كيف ما عودتينا كتبغي في الاخير كتختم بنصيحه منك لكل الناس اللي هما كيسمعونا فشنو النصيحه اللي توجهها هذا الصباح؟ اول نصيحه الاولى هو انه اللقاح مفيد جدا بالنسبه للمغاربه كلهم ما يخافوش منه والحمد لله كانت نقطه ايجابيه بزاف لبلادنا صراحه حاليا تقريبا بعد 3.5 مليون ديال الناس حاليا ما لاحظنا اي سلبيات في اللقاح تنشجع الناس باش يمشيو للمراكز باش ياخذوا اللقاح ديالهم الاول وياخذوا الجرعه الثانيه الملاحظه الثانيه هو انه ولا خد الجرعه الاولى فهذا ما يعنيش بانه محمي من كوفيد نهائيا لا بد الكمامه والتباعد ما بين الاشخاص يعني ما خصنا نقولوا راه حنا يعني خص الثانيين حق الثانيه ان شاء الله لابد الناس يحترموا المواعيد ديالهم. فيما يخص امراض الحساسيه اللي شرحوا المستمعين الكرام فنتاكد بان الناس خص لابد التشخيص المبكر ديال الحساسيه التشخيص المبكر ديال الدقه واخيرا راه كاين العلاج وكاين الوقايه والوقايه كما شرحت لها الناس يبتعدوا شويه على الغبره على ذاك على المواد ديال التنظيف ديال المطبخ ولقاو حلول في هذه المساله هذه. لك جزيل الشكر البروفيسور عبد العزيز عيشان طبيب متخصص في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام دائما على حسن المتابعه والوفاء ديالكم والاهتمام اللي كتسمعوا لنا به في كل مره. دائما تواصلنا كيكون عبر الصفحه الرسميه المدغاجو من خلال فيسبوك او ممكن تواصلوا معايا من خلال انستغرام عفاف ماجد اوفيسيال. خلوا لي جميع رسائلكم وعلى شلحت المواضيع اللي بغيتوا نطرقوا ليها ان شاء الله خلال الحلقات المقبله. لكم تحيات عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لسعيده عقال كانت معي في الاخراج ومشكوره ايضا كان استقبال مكالماتكم. اللحظه ننتقل الى قسم الاخبار رفقه جواد الطاهري. مدينه وخبر تمام 10
Mais